الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجلى به الظلمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد عباد الله فلا يزال الحديث متصلاً عن قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً. في الجمعة الماضية تحدثنا عن الإيمان بالرسل والإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يصح إيمان عبد إذا آمن بكل الأنبياء وكفر بنبي واحد أيًا كان اسمه فهو ليس بمؤمن، يعني الذي يؤمن بكل هؤلاء الأنبياء الذين هم كثر الذين ذكرهم الله والذين لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى إن كفر بواحد منهم فهذا العبد الذي كفر بأحد أنبياء الله ليس بمؤمن. وكذلك الإيمان يقتضي أن يؤمن المؤمن بالغيب، قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء ذكره الله في كتابه، يعني أول شيء ذكره الله سبحانه وتعالى من أركان الإيمان الإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب منه الإيمان بالملائكة، لأنك لا تستطيع أن ترى الملائكة، ولكن الله أخبرنا أن هناك ملائكة يستمعون الآن ويحضرون خطبة الجمعة ويكتبون أعمالكم ويشهدون لكم أو عليكم يوم القيامة. هؤلاء الملائكة لا نراهم بأعيننا ولكن قلوبنا تصدق، لأن الله أخبر بذلك، الله أخبرنا بأن هناك ملائكة وأمرنا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة. وبين في هذه الآية قوله سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته، الذي يكفر بالله يعني أو ملائكته، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل، ليس ضلالا عاديا إنما ضلالا بعيدا. الشيطان أخذه بعيدا عن طريق الله، أخذه بعيدا عن طريق رضوان الله، أخذه بعيدا عن طريق الجنة. تريد أن تدخل الجنة لابد من الإيمان، لن تدخل الجنة حتى تؤمن، لابد أن يكون إيماناً كاملاً ليس إيماناً ناقصاً. الله لا يقبل الإيمان الناقص. نعم تتفاوت درجات الإيمان
والإيمان يزيد وينقص، ولكن لابد أن يكون إيماناً كاملاً، وأن يكون التصديق تصديقاً مطلقاً لا شك فيه لا ريب فيه. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً. لما جاء جبريل عليه السلام في صورة الرجل المسافر كما قالوا في صورة دحية الكلبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة منها قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كل هذه الأشياء أو كل هؤلاء لابد أن تؤمن بهم جميعا، تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال: صدقت، لأنه لم يسأله ليتعلم، إنما سأله ليعلم من حوله، من حول النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة من أهم أركان الإيمان، أن تؤمن بملائكة الله سبحانه. من هم الملائكة؟ هم خلق خلقهم الله لطاعته، لا يعصون الله، يعني ليس عندهم معصية، جبلوا على الطاعة، يسبحون ويحمدون ويهللون ويمجدون ويذكرون ويدعون. يدعون لمن؟ يدعون للمؤمنين، يدعون لك، يستغفرون لك، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، لأنهم ما عصوا ربهم. لا يسألون لأنفسهم أن يدخلوا الجنة أو أن يتمتعوا في نعيمها، إنما يسألونها لك، يستغفرون الله لك. فهم أولياؤك، هم أحبابك، خلقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته وعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا نقتدي بهم؟ ألا نقتدي بهم؟ ألا نتهيأ بهيئتهم في طاعتهم لله، في قربهم من الله، في تسبيحهم لله سبحانه وتعالى؟ بلى، يجب علينا أن نجعلهم لنا أصحاباً وأن نستشعر معيتهم معاً. الله عز وجل قال: ولله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا ينقطعون أبدا، صلاة بالليل وبالنهار، سجود بالليل وبالنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، لأن البعض يسأل كم عددهم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال، عندما أخبر عن البيت المعمور وسأل جبريل: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليه، لا يرجعون إليه. كل يوم منذ أن خلق الله الخليقة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها 70,000 ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء، السماء ملأ بالملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع، ولعلها أصابع الملائكة لأنهم لهم خلقتهم الكبيرة العظيمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، إلا وجبهة ملك ساجد لله، فهم كثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في حديث آخر أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة، يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تصور كم هائل، 5 مليار من الملائكة يجرون النار فقط، خزنة النار. لأن البعض يظنون أن الله سبحانه وتعالى عندما قال عليها 19، إن الملائكة عليها 19 ملك فقط يعذبون الناس، إنهم ملايين ولكن رؤوسهم 19.
لكن عددهم كبير جدا. خلقتهم في حديثين نذكرهما، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل، رآه مرتين على الخلقة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، قال له 600 جناح مع كل جناح يسد الأفق، أو رأيته يسد الأفق، له 600 جناح جبريل عليه السلام، خلقة عظيمة. وفي حديث آخر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي، انظر إلى الأدب، انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم لا، والله عز وجل أثنى على خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: أذن لي، الله أعطاه الإذن، لأن هذا أمر من أمور الغيب والله سبحانه وتعالى أطلعه عليه. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، وحملة العرش كما قال الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واحد منهم رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له أن يحدث عنه، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. 700 عام سفر ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، سبحان الله، وهذا مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق واحد، فكيف بالله سبحانه وتعالى الخالق؟ كيف بالله وعظمته وقدرته وقوته وسلطانه وملكوته وجبروته سبحانه وتعالى؟ لعنده بعض العضلات يفردها ويمشي وكأنه طائر من الطيور ويظن أنه قوي، وإذا جاءه إذا نزلت به نزلة برد نام في سريره ضعيفا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا. إذا كنت ضعيف لا تقوى على عذاب الله وغضبه، فإياك ثم إياك وغضب الله، إياك أن تغضب الله عليك، إياك أن تجعل الملائكة غضبا عليك، إياك أن تري الملائكة وأن تسمع الملائكة ما تكره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني الذي يدخن سجار ويقرأ القرآن هذا ليس من الأدب، الذي يأكل بصلا وثوما ثم يأتي إلى صلاة الجمعة تتأذى الملائكة ويتأذى الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يقرب مصلانا من أكل بصلا أو ثوما. فماذا بمن دخن سجار؟ ماذا بمن أكل حراما؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله ناظر إليكم، مطلع عليكم، موقفكم بين يديه، ومن علم أنه مسؤول فليعد لكل سؤال جوابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن الله لم يخلق خلقًا عبثًا، خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة لغاية عظيمة، ولأهميتك أنا وأنت، فإن الله سبحانه وتعالى جعل طائفة كبيرة من الملائكة لها علاقة بك، فملائكة مسؤولون عن الوحي الذي يهديك وبه تعيش في حياتك، جبريل عليه السلام ملك الوحي الذي جاء من السماء كما قال سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى، قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لتنذر الناس، لتعلم الناس، لتؤدب الناس، لتجعلهم مهتدين في حياتهم ليسعدوا. هذا الشرع
شرعه الله سبحانه وتعالى لنا لنعيش به في حياتنا، لا لنقرأ الآيات ونخالفها، لا لنسمع الأحاديث ولا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ملائكة منهم من أمرهم الله بنزول الوحي، ومنهم من وكلهم الله سبحانه وتعالى بالمطر والنبات والرزق وما إلى ذلك، ومنهم من يقبض أرواح العباد، يقبض أرواح المؤمنين ملائكة طيبون يقولون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يطمئنون قلوبهم ويربطون على أفئدتهم ملائكة، وملائكة حفظة يحفظونهم من أمر الله ويحفظون أعمالهم، كل كلمة تقولها يكتبونها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان ليس على أكتافك إنما هم عن يمينك وعن شمالك، يكتبون عملك قولك فعلك لأهميته عند الله. انظر مكانتك وانظر منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء الملائكة هيأهم الله وأرسلهم الله وسخرهم الله سبحانه وتعالى لسعادتك لراحتك. وفي الآخرة يا مؤمن يجعل الله طائفة عظيمة من الملائكة كما قال سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هؤلاء الملائكة عباد الله الذين يجب أن نؤمن بهم وأن نصدق أنهم من حولنا، يكتبون أعمالنا ويشهدون على أفعالنا، لا يروا منا إلا خيرا ولا يسمعوا منا إلا طيبا، لأنهم يرون ويتأذون من المعصية. الذي يسمع أغنية ماجنة أو يشاهد مشهدا قبيحا والملك ينظر ويستحي من الله ويقول ويلك يا عبد الله، رفع الله منزلتك، رفع الله قدرك، وها أنت ذا تشاهد ما تشاهد وتسمع ما تسمع، فيكتب عليك ويشهد عليك، إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. الملائكة عباد الله، عباد من الله مكرمون، يطيعون الله ويسبحونه ويطيعونه لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحبهم ونواليهم ونستشعر وجودهم وصحبتهم ومعيتهم من حولنا، ونستشعر بهم عظمة الله وسلطان الله وقوة الله سبحانه وتعالى. فعظمة الخالق من عظمة المخلوق، أو عظمة المخلوق من عظمة الخالق، فالله سبحانه وتعالى عظيم قدير جبار متكبر، خلق خلقا عظيما منهم الملائكة الذين ذكرناهم، فآمنوا بهم واستشعروا معيتهم وأطيعوا ربكم كما يطيعونه، ولا تعصون الله سبحانه وتعالى كما يفعلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطائعين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.